إن طبيعة تضاريس في منطقة المسيلة هي التي ساعدت على تمركز السكان وتعاقب الحضارات منذ الأزمنة الغابرة، كما تثبته الأماكن الأثرية. وأكبر دليل على ذلك تواجد عدة رسوم ونقوش صخرية رسمها الإنسان القديم عن الحيوانات التي كانت موجودة بالمنطقة. عدة مناطق تشهد على مرور المحاربين والتجار الرومان وما بقي خلفهم من أطلال وكتابات صخرية. كما اختار الوندال منطقة طبنة، مقرة والمسيلة كمقر لحكمهم خلال القرن الخامس. إن تاريخ المنطقة تغير كليا عند مجيء العرب والمسلمين في القرن السابع وخلال القرن الأول للفتح الإسلامي، حيث اعتنق السكان الدين الإسلامي ودافعوا عنه حتى الاستشهاد نظرا لسماحة الإسلام وعالميته تحت شعار الوحدانية والعدل. بعد تواجد الخوارج بالمنطقة تلاها الحماديون بداية القرن الحادي عشر، حيث حكمها حماد بن بيكين كما أسس في الشمال الشرقي للمسيلة سنة 1007 قلعته التي نالت شهرة واسعة واتخذها أول عاصمة له وعرفت تطورا وازدهارا هاما. تلاها فترة وصول الهلاليون سنة 1052 للميلاد، وعرفت المنطقة التواجد التركي كما يبينه تواجد الحي السكني للأتراك المسمى بالكراغلة.